ماني عارف مواطنين. الناس شكون مخلصها، ودي تلاقيت غير كيما ولا غنعطيكم المعلومه. كنت جاي هنا في فرنسا من الانتوني جاي لباري، تلاقيت بواحد الجزائريين زوج، شافني عقلني قصر معايا، قال لي احنا في 2014 في الحمله، قال لي كانوا مخلصين ناس، قال لي كنا في شراقه ولا في شيفالي نسيت واش قال لي، كاين صاله كبيره، قال لي خدمت هنا عاد نحلين كل واحد حل 12 كونت فيسبوك 15 ونخليو دي كومونتير نسبو ونديرو لانفو بروباغوند وعندنا لي بلاصه. قال لي عطونا 3000 دينار بار جور هذاك الوقت، قال لي هذه المره عاودوا عيطوا لهم في 2019 هذا يعطوا لهم دوكا زاد لهم واقيلا 200 5000 دينار بار جور. وقال لي كانت شخصيات عاليه كانت تجي، ما عطاني شويه اسماواتهم، قال لي نتلاقاو ونعاودوا نقصروا ويخدمتهم يسبوا في لي كومونتير اي واحد يدوروا الناس على بنادم لي باج يديروا معلومات ما كاينش منها. هذه هي خدمة هذا كاين تاع النظام وكاين لي المضادات. كاين شوف انا كاين واحد الوقت في رمضان سمعت واحد بعث لي قال لي رحم والديك حنا رانا في شهر رمضان راهم يحتموا علينا خدارنا خدامين يحتموا علينا باش نسبوك في الكونت يوتيوب تاعك. حبس لي كومونتير ما تزيدش تخلي لي كومونتير يعديو هذا تاعنا. قال لي حنا خدامين ماناش قادرين باسكو يجوا عسونا لازم نديروا دي كومونتير لازم حلو يجي حائرق باسكو كاين شاب على بالو واللي جي ديزاكتيفي دايور ميم بور الاخر الفيديو تاعنا اون ديزاكتيفي كلها فيها تطياح وكلام زايد وكذا. حطينا واحد اللي بور موديرين بعد فينالمون كثر باسكو نسبه المشاهده كبيره واللي مجندينهم باش يسبوا ويطيحوا الكلام يعني واحد ما يقدرش يقرا دي كومونتير مع اون فامي ولا اوبليجي اون ديزاكتيفي لي كومونتير لانه ما تقدرش دير اكثر. قلت لك هذا السيستيم سي با ما نديرش غير في الجزائر ندير في مصر مع السيسي البرتاجيه والشركه هذاك المثال سمحنا انا كيما مصر والشركه اللي سيرتها شركه اسرائيليه دونك ديكتاتوريه وين ما كاين ديكتاتوريه استعملت هاد الميثود باش خاطر على كونترول لي تيليفزيون على كونترول لا بريس با لا بريسيون دو لا ماتنو بقات لها الفيسبوك سي ان بو الانترنت راحت خلقت شركه راحت شركه بروفيسيونيل جابتهم عطاتهم دراهم وديروا كيما باش تخسروا ميمال